سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبالسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد ومن التحضيرات ديال رمضان. ان شاء الله اليوم غادي ندير الحلوه ديال السنطر او المعسله ديال السنطر، وبغيت نشاركها معكم. فغادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو. اول حاجه غادي نقول لكم المقادير. فهنا عندي 2 كيلو ديال الطحين، اللي بغى هاد المقادير هادو ممكن يدير كيلو. انا درت 2 كيلو ديال الطحين. عندي 2 معالق كبار ديال الجلجلان اللي مطحون مزيان، او انا طحنته مزيان، ما يكون لا محمر لا والو، غير نسخنوه صافي ونطحنوه. عندي معلقه ونص ديال النافع ومعلقه ونص ديال حبه حلاوه. عندي هنا معلقه كبيره، المعالق الكبار. هنا عندي معلقه كبيره ديال القرفه، عندي تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملحه، وصاشيه ديال الخميره ديال الحلوه 8 غرام. عندي هنايا هذا مزهر، عندي نص كاس. انا درت فيه شي هادو ديال الزعفران الحر، اللي ما عندوش ممكن يدير الملون الغذائي او الضويمه ديال البنه. هنا عندي نص كاس ديال الزيت، وعندي هنايا تقريبا 4 كاس ديال الخل، ما وصلش. انا درت تقريبا شي 4 ولا 5 ديال المعالق كبار. عندي هنا الماء دافي، وهنا عندي تقريبا 1 2 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده، انا ذوبتها. هادو هما المقادير اللي عندي. دابا غادي ندوزو نقولو بسم الله ونبداو باش نجمعو الحلوه ديالنا اولا العجينه ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بها، انا غادي ندير الدقيق اللي عندي. هنا عبرت حيت ما عنديش الميزان، فانا درت تقريبا 15 كاس ديال العنبه. غادي ندير النافع وحبه حلاوه، ممكن تكتفيو غير بوحده. وهنا غادي ندير القرفه وندير الملحه وندير حتى الخميره. غادي نزيد الجلجلان، صافي بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندير الخل. كما شفتوا انا ما كثرتش، درت تقريبا هنا 1 4 اولا 5 ديال المعالق. غادي نزيد الزيت، عندي نص كاس ديال الزيت. وغادي نزيد هنايا نص كاس من مازهر، درت معاه الزعفران الحر. والماء اللي عندنا دفيناه غادي نستعملوه على حسب غنخلطوا هادو، عاد نبقاو نزيدو الماء، حيت العجينه خصها تكون قاصحه، ما خصهاش تكون رطبه باش تجينا زوينه. فانا غادي نجمع بهاد بالزيت وهاد المواد السائله اللي درت في الاول، عاد غادي نبقى نزيد الماء شوي بشويه. صافي الماء ندفيوه غير شوي، ماشي بزاف. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى نجمع العجينه كامله ونرجع معكم. صافي البنات انا جمعتها، غادي ندير ليها بلاستيك نغطيوها مزيان صافي، ونخليوها حتى ترتاح. صبروا عليها واحد 4 ساعة هكذا كيما صافي، ونرجعوا باش نقطعوها. فانا غنغلفها مزيان باش ما يدخل ليهاش ليها البرد.
صافي بهذا الشكل هذا. غادي نصبر عليها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه هكا كي انت ترتاح وتطلق ليا مزيان ونرجع باش نكملها. صافي رجعت معكم البنات، خليت العجينه ارتاحت ليا تقريبا واحد نص ساعه. دابا غادي نبدا نقطعها، غادي نديرها كويرات صغاري، نديرو على الحجم ديال المقله اللي عندنا. صافي بهذا الشكل هذا. انا غادي نديرهم في شي لاطه، شي لاطه ولا في شي بلاطو ولا في شي حاجه، وغادي ندير عليهم البلاستيك ما نخليوهمش عريانين. صافي غادي نكمل بحال هكا، غادي نغطيهم ونصبر عليهم غير شي شويه يرتاحوا ليا، اولا على ما كملت انا الكميه اللي عندي كامله. صافي ونرجعوا باش نسرحوهم. صافي هذه هي الكميه اللي عطاني، انا روليتو كامل درته هنا فضلاطه، ديروا في اي حاجه بلاطو ولا اي حاجه. صافي غادي نغلفو بالبلاستيك، غادي نصبر عليها واحد شويه على ما ترطب ليا. صافي ونرجع باش نسرحوها. صافي رجعت معكم، دابا غادي نبدا نسرحو. انا خديت هنايا أربعة ديال الكويرات، غادي ناخذ نشا نحاولوا نديرهم هكا مزيان في النشا. صافي غادي نسرح وحده بوحده وندير كل هكذا اربعه مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. هكذا غادي يسهل عليا وما غاديش ياخذوا مني بزاف ديال الوقت. صافي نديرو ليهم النشا مزيان باش ما يلصقوش لينا. صافي بهذا الشكل هذا انا غادي نخليهم هكذا على جنب ونكمل الكميه اللي بقات معايا. صافي ونرجعوا باش نبداو نطيبوهم. صافي حنا بدينا كنطيبو، غادي نشدوهم نرققوهم كاملين هكذا مجموعين غير بشويه. صافي بهذا الشكل هذا ونديرهم في المقله. حنا سخنا المقله شي شويه، ما نديرو ليهمش العافيه تكون مجهده باش يطيبوا لينا يعني في خاطرهم.
صافي دابا نخليوهم غير شويه ونرجعو نقلبوهم باش ما يتحمروش. صافي بهذا الشكل هذا صافي نصبروا عليها غير شويه ونقلبوها باش كيتبان لينا صافي راه تبدل ليها اللون. صافي كنحيدوها وهاد الوريقات صافي كيتفكوهما بوحديتهم. كنحطوهم كنديرو منديل وكنديرو ميكا، لابد نغلفوهم بالميكا باش ما كيكرموش لينا. هكذا حتى كنكملو الكميه كامله اللي عندنا عاد كنرجعو باش نصيبوها. هانتوما راه كيتفكو. صافي نحيدو بهاد الشكل هذا. راه ساهلين ماشي شي حاجه اللي صعيبه و تيوجدو لينا دغيا بهاد الطريقه كيسهلو علينا. هانتوما تفكو. صافي هما دابا غادي نكمل بهاد الطريقه هذه تنكمل كاع الكميه اللي عندي صافي ونرجع معكم. صافي البنات دابا كملنا الطياب، غادي نبدا باش نلصقهم اولا باش نروليه. هنا في الزلافه درت شويه ديال الطحين، درت عليه شويه ديال الماء. غادي ناخذ واحد الورقه صافي كنفكوه، نديرو ليها الطحين هكا على واحد غير واحد الجنب باش تلصق لينا مزيان. صافي وغادي نبدا نارو ليها هكذا، ما نرخفوش ولكن في نفس الوقت ما نكرزوش بزاف. صافي على هذا الشكل هذا. صافي على هاد الشكل هذا ونلويو. انا غادي نديرو غير على واحد، اللي بغى يديرها على جوج يدوبل يدوبلها. انا بغيتهم يجيوني غير صغارين. صافي بهاد الشكل هذا. صافي دائما نديروهم في الميكا، ما نخليوهمش هكذا في البلاصه اللي كنخدموا فيها حيت غادي يكرموا. صافي نحاولوا ندغرو ليهم هاد الطحين والماء، تقريبا نفوتوا النص باش يتشدوا لينا مزيان باش ملي نبغيو نقليوهم ما يتحلوش. صافي بهذا الشكل هذا. انا ما كنكرش بزاف وفي نفس الوقت ما طالقاش. صافي ساهلين بهذا الشكل هذا. صافي ونديروهم تحت شي بلاستيكه حتى يتشدوا لنا ونرجعوا باش نقطعوهم بالمقص. صافي لصقتو بالعجينه ديال الطحين والماء، هذه هي الكميه اللي عطاني. دابا غادي نبدا باش غادي نقطعو. انا قطعت من هنا، انا قطعت هنا شويه، هادو دوبلتهم درت جوج، وهنايا هذه على واحد يعني غير عجينه وحده كتجي على هذا الشكل هذا، نتوما اللي بغيتو. انا هادو كاملين درتهم غير عجينه وحده ما دوبلتهاش. صافي دابا غادي نبدا باش نقطعهم كاملين وعاد غادي نرجع باش نقليهم ونعسلهم. غادي نحيدو هاد الجنب هذا صافي ونقطعهم بهذا الشكل هذا. نتوما العرض كتحكموا فيه على حساب اللي بغيتو، المهم نقطعوها بشكل اللي مايل. نديرو شي مقص اولا الا كان شي مصمدي، ولكن حسن المقص كيقطعها مزيان.
صافي قطعها بهذا الشكل هذا. حاولوا نديروهم نفس القياس باش يجيونا مقادين ويجينا المنظر ديالهم زوين. نصبروا عليهم شي شويه ملي نديروا لهم الطحين، نصبروا عليهم شي شويه باش يشد. تقريبا على ما كتكونوا كملتوا الكميه كامله اللي عندكم وعاد رجعوا قطعوهم. صافي انا غادي نخطيها، لابد تخطيوها بالميكا باش ما كتكرم ليكمش. انا غادي نكمل هذه الكميه كامله وعاد نرجع معكم باش نقليوها. صافي دابا غادي نبداو نقليوها. درت الزيت حتى سخنت، جربتها بهاد الطريفات اللي تيبقاو لينا ديال العجينه، ودابا غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو باش نقليوها. صافي نحطو غير القياس اللي نديرو في المقلة اولا في الحاجة اللي حنا غادي نقليو فيها باش نعطيوها الوقت ونعطيوها حتى البلاصة باش تحمر لينا. نقصو عليها شي شوية العافية، ما نديروش العافية مجهدة باش ما تبقى ليناش خضرة من الداخل، وحتى باش تحل ويجينا المنظر ديالها زوين. صافي بهذا الشكل هذا. صافي ملي نديروها نحاولوا ما نحركوهاش بزاف ونعطيوها الوقت حتى تحل وتحمر لنا يولي اللون ديالها ذهبي. صافي غادي نهزوها وغادي نديروها في العسل. صافي البنات هي بدات كتحمر لنا يولي اللون ديالها ذهبي. صافي ونحيدها ونديروها في العسل. اهم حاجه انكم ملي ديروا ليها الطحين خليوها حتى ينشف ليها الطحين، قطعوها وخليوها تنشف باش ما تفك لكمش بهذا الشكل هذا، باش واخا كديروها في الزيت ما كيتحلش لكم الوريقات ديالها وكتجيكم مجموعه. صافي دابا انا بديت غادي نحيدها. صافي غادي نديرها في العسل، نقطروها مزيان من الزيت. صافي نخليوها في العسل حتى الوقيته اللي غادي نكونوا درنا وحده اخرى قربت تقلى، وعاد نحيدوا الاولانيه من العسل باش تشرب لينا مزيان العسل. صافي نديروها في شي بواطا ونزوقوها بالجلجلان، سوقوا بالجلجلان اولا باللوز اولا ممكن تخليوها حتى هكا كاين، يعني كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. صافي تحركوها غير شويه غير تشد بلاصتها. صافي ونخليوها حتى تبدا كتحمر باش تشد راسها. صافي تما نبداو نقلبوها باش تحمر لينا على جوج شوية، ما نحركوش بزاف باش ما تحليناش وتخسر. لكن كي قلت لكم اللي نديروا ليها الطحين وتقطعوها خليوها حتى ترتاح ينشف عليها الطحين راه ما كتحل ما والو. دائما اهم حاجه انكم تخليوها مغطيه بالبلاستيكه باش ما تنشفش ليكم وتكرم، حيت الا كرمت غادي تبقى تهرس. صافي البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. المعسله ديالتنا ديال السنطير كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى باش تعجبكم الطريقه ديالها ونقول لكم عواشركم مبروكه ومع السلامة، إن شاء الله حتى الفيديو آخر.